السلام عليكم. إن شاء الله هسه راح نبلش شرح طريقة إيجاد الـ Principal Stress بطريقة المور سيركل، ولو إحنا بدنا نوجدها على أي زاوية مختلفة، لو إحنا بدنا نوجدها على أي زاوية مختلفة. طيب راح نحل إكزامبل، قلنا الإكزامبل بدنا نشرح هسه الطريقة اللي راح نرسمها، الطريقة اللي درسناها سابقا لنطبق القوانين ستريس اكس فتحه واشوف على زوايا مختلفه، او اني اطبق ثيتا بي اعوض ثيتا بي بقانون ستريس اكس فتحه عشان اطلع ستريس ماكس. هاي قانون اسمه اناليتيكال موديل، اناليتيكال موديل يعني طريق معادلات، معي ستريس اكس بار ومعي قانون للثيتا بي، الثيتا بي، فاذا عوضت الثيتا بي بقانون ستريس اكس فتحه راح اقدر اطلع ستريس ماكس. انا ما بدي هذا الشغل، انا بدي جرافيكال ميثود، بدي جرافيكال، بدي هذاك الشغل. اوكي بتقدر تستعمله، بس خلينا نستعمل الجرافيكال ميثود. الجرافيكال ميثود هي طريقة عالم اسمه مور سيركل، طريقة المور سيركل. خلينا نشوف مور سيركل شو حكي لي. حكي لو عندنا إليمنت، هذا الإليمنت كان عليه state of stresses اللي حكينا عنهم، تمام. هسه لو انا بدي اجي اشتغل، العالم مور حكى لي هذا بالوضع الطبيعي على محور اكس واي، فهذا هو ستريس اكس، هذا شير اكس واي، وهذا ستريس واي. حكى لي العالم مور اني ارسم احداث محور اكس، نقطه اسمها اكس هي ستريس اكس مع سالب شير اكس واي، وهذا الشيء كثير مهم رح نحكي عنه كمان شوي، وستريس واي هي شير اكس واي، هيك النقاط. وبتيجي معك المحاور اكس واي، راح تكون عندي، في عندي نقطة هون مثلا ونقطة مثلا ولتكن هون، هي النقطة اكس وهي النقطة واي، فراح اوصل بينهم بخط، هذا هو سنتر الدائرة او مركز الدائرة، هذا هو سنتر الدائرة. هون عندي راح يطلع الدائرة، عندي راح تطلع بالشكل، مستحيل طبعا نظبطها هيك، راح ارسمها يدوي، مستحيل تظبط هيك، ارسم الدائرة زي هيك، ما لها علاقة بالدائرة، بس يلا مش مشكلة. هسا الأشياء اللي كتبناها المرة الماضية زي ستريس افريج، ستريس اكس ناقص ستريس واي والى آخره، خليني أعطيك إياها هون. ريح حراسي وراسك واقول لك بكل بساطه، النقطه دائما من مركز الدائره لمحور واي هي ستريس افريج. يعني بالمختصر طلع معك ستريس افريج بالسالب، يعني انت النقطه هون، يعني الدائره رايحه على ربع الجهه الثانيه. طيب لو اخذنا هذا المثلث مثلا، هذا المثلث ورسمته على جنب، هاي الزاوية هسه دائما وابدا كل شيء على القوانين كان ثيتا، ولكن على المور سيركل الثيتا بتتدبل، يعني هاي الزاوية مش ثيتا بي، هي 2 ثيتا بي، 2 ثيتا بي، تمام. هاي المسافة هي شير اكس واي كمسافة، يعني هاي شير اكس واي. طب هاي شو بدها تكون؟ اقول لك يا صاحبي هاي نقطة ستريس اكس، وهاي كاملة هاي من هون لهون ستريس اكس، وهاي من هون ستريس افريج. لو طرحتهم من بعض او راح نوصل لنتيجة انه هاي هي ستريس اكس ناقص ستريس واي على 2، بس يعني بالمختصر هاي المسافة 80 والافريج 40، يعني بديش 40 خليه 30، قديش بضل؟ 50. طب شو هاي الـ50 كيف اجت؟ الـ80 شو هي؟ هي ستريس اكس، وشو الـ30؟ هي ستريس افريج، هي ستريس اكس زائد ستريس واي على 2، شو تساوي؟ 30 قلنا، هاي 80، فراح يصير عندي 80 زائد ستريس واي تساوي 60، فستريس واي هي سالب 20.
ستريس واي هي ايش؟ سالب 20، يعني رسمي طبعا مش راح تكون صحيحة بالارقام هاي. سالب 20، طيب ستريس واي سالب 20، فلما اقول انا ستريس اكس ناقص ستريس واي على 2، ستريس اكس هي 8، ستريس واي زائد 20 على 2 شو بتعطيني؟ 50. هي 50 بس. فهي هي الفكرة، هاي هي الفكرة انه هاي القيمة هي ستريس اكس ناقص ستريس واي على 2. هاي اثبتت لك اياها كيف جبت القانون. ف طيب طب ممتاز، طب شو الوتر هذا؟ شو هي هذا اللي باللون الاخضر؟ هذا هو نصف قطر الدائرة ار. ار شو بده يكون؟ تكون هاي تربيع زائد هاي تربيع تحت الجذر. طب هذا القانون هو نفسه هذا. ايوه هذا، ايوه 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 ستريس اكس ناقص ستريس واي على 2 تربيع زائد شير اكس واي الكل تربيع. معناته وستو ثيتا بي هي ستريس اكس واي تان انفرس شير اكس واي على نورمال ستريس اكس واي ناقص ستريس واي على 2. طب هي نفسها اللي حكينا عنها. فبالتالي هاي هي المور سيركل، هاي هي المور سيركل. الملخص طلع ستريس افريج من القانون اللي علمتك عليه، طلع الستريس اكس ناقص ستريس واي على 2، طلع الراديوس من القانون الجذر التربيعي. طبعا انت بتكون راسمهم، راسمهم وعارف شو بتشتغل، عارف شو بتشتغل. وطلع 2 ثيتا بي من المثلث، ومن طلع من خلالها 2 ثيتا اس او ثيتا اس، من طلع منها ثيتا اس واللي هي ثيتا بي زائد 45. انا مش هدفي هذا الشغل، انا هدفي شو نسوي احنا. احنا كيف نحصل على مات؟ كيف نحصل على مات بالامتحان؟ كيف نحصل على مات بالامتحان؟ طيب خلينا ناخذ الاكزامبل التالي. خلينا ناخذ الاكزامبل، لا قبل الاكزامبل التالي احنا مستعجلين شوي. يعني كان عند المحاور زي هيك، هاي الدائرة مثلا، خلاص المحاور هاي الدائرة، هاي المسافة هيك. هسه اتفقنا انه هاي النقطة هي ابعد نقطة على الدائرة هي ستريس ماكس، وهاي النقطة هي ستريس مينيمم. طب بتقول لي ليش؟ بقول لك يا حبيبي يا حبيبي، اذا هاي ار وهي المسافة من هون لهون هي الافرج، افرج زائد ار تعطيني ستريس ماكس، ما هي احداثيات. افريج ناقص ار تعطيني مينيمم، احنا اتفقنا. طيب هذا نصف القطر، هذا شير اكس واي ماكس، هذا على شيء. طب وهاي برضه شير اكس واي ماكس، بس في شغلة كثير مهمة، مين الماكس هنا؟ فعلا في واحدة ماكس وفي واحدة مينيمم. الإشارة بتحكم، إشارة بتحكم. تمام، هون بدنا نفوت بالصح، هون بدنا نفوت بالصح. لما احنا رسمنا الدائرة رسمناها على فرض انه هاي ستريس اكس، واي سالب اكس واي، هاي سالب اكس واي. يعني انا لما تكون هاي قيمة، يعني هاي الجهة هي تعتبر موجب وهاي الجهة تعتبر سالب، فبالتالي هاي هي الماكسيموم ستريس وهاي هي المينيموم ستريس. يعني لو هاي النقطة اسمها دي وهاي النقطة اسمها اي، فالاكس ستريس اكس ماكس، ستريس اكس ماكس عند اي وستريس مينيموم عند دي. طيب فهاي شغلة جدا مهمة، هاي الشغلة جدا مهمة ولازم تركزوا عليها، ولازم تركزوا عليها. مين الماكس ومين المينيموم، مين الماكس ومين المينيموم. طيب هسه لو نرجع للستريس، هاي موجب اتفقنا انه هاي بتلف كاونتر كلوكوايز. فاذا انا هون، انا هون، هون بكون عندي كاونتر كلوكوايز لانه موجب، والسالب هو كلوكوايز، فالسالب هو ايش؟ كلوكوايز. فبدنا نركز انه نحن النقطة دي هي لفت مع عقارب الساعة لانه الستريس فيها سالب،
وهون ستس عندي اي شي ستس عندي هو كاونتر كلوك وايز، كاونتر كلوك وايز. هذا اشي كثير مهم، هذا اشي كثير مهم، لانه احنا بنطلب منه نرسم البلين او الستريس بعد ملف. نرسم الستريس بعد ملف كيف يعني؟ احنا السكشن يكون عنده هيك element عليه عدة فورس اللي هي ستريس اكس ستريس واي وشير اكس واي. هسه لو انا الثيتا بي عندي هيك، او هذا محور اكس، هاي ثيتا بي مثلا، فنرسم الاليمنت هاي النقطة او مثلا الاليمنت صار زي هيك، الاليمنت مال بالشكل هذا عليه ماكسيموم ستريس. برنت مو ما اذا هاي ثيتا بي، اذا هاي ثيتا بي، ثيتا بي عند ستريس ماكس، عند ستريس ماكس او مينيمم شير ستريس زيرو، شير ستريس زيرو. فهاي تكون هي ستريس ماكس، وهاي هي ستريس مينيموم. بدك تركز بهذا الاشي، طلع معي موجب بحطه موجب، طلع معي سالب بعكس الاتجاهات. طيب هسه احنا بنعرف انه الشير بحدث على زاوية اسمها ثيتا اس، وهي اعلى من ثيتا بي لانها زايد عليها 45 درجة. فبالتالي عندي هون ثيتا اس واللي هي ثيتا بي زائد 45 درجة. شو اللي بصير عندي هون؟ بصير الإليمنت بالشكل التالي، مايل كمان مش مستقيم، هو مايل بالزاوية، يعني الزاوية ثيتا اس. الستريس اللي عليه هو ستريس افريج، الستريس اللي عليه هو ستريس افريج. لو فرضنا ستريس افريج موجب فبكون عليه نورمال ستريس طبعا. هسه راح افسر لك ليش. فهاي ستريس افريج، الستريس اللي راح يكون عليه هو ستريس افريج. هسه راح اوضح لك ليش. طيب اذا موجب فهو شد، اذا سالب فاي. وهون راح يكون عندي التاو ماكس، بس بدنا نعرف التاو ماكس هل هو كاونتر كلوك وايز ولا كلوك وايز. احنا اتفقنا عند النقطة دي لما كانت عند الدائرة زي هيك، عند النقطة دي وهاي النقطة ايه، فعند النقطة دي راح يلف، عند النقطة دي راح يلف كلوك وايز. كلوك وايز مين يعني كلوك وايز؟ يعني هيك، يعني هاي دي، هذا الفيس دي وهذا الفيس اي. راح اتاكد منها ان شاء الله، بس هي هيك، هي هيك، هذا هو الفيس دي، هذا هو الفيس دي وهذا هو الفيس اي. فمهم جدا تركزوا على هاي النقطة انه الستريس اليوم يكون افريج. طيب ليش؟ هذا شير ستريس، شو النورمال ستريس اللي عنده؟ شو هاي القيمة؟ الافريج، هي ستريس افريج. عند الماكسيمم نورمال ستريس او مينيمم نورمال ستريس الشير زيرو، فهي هي الرسمة اللي انا بحكي عنها. فلو هذا خط الصفر فهي هي ثيتا اس، هي هي ثيتا اس. هذا آسف لا، هاي محور، هذا المحور هو محور التي، وهذا المحور هو محور العمودي عليه هو محور الإي. هاي كلوك وايز، هاي كاونتر كلوك وايز. ليش؟ هون اتفقنا انه ماكس، ماكس موجب، ماكس موجب من انا راسم الماكس موجب، فاهم؟ موجب فهي كاونتر كلوك عجبت صراحة هون بصور يعني. هذا الفيس تي من لفيته، لف هيك، لف هيك، هو لف هيك، يعني لف هيك بس. فهذا هو الاي اكسس وهذا هو الدي
اكسس اللي هو هذا الخط، بيمثل الخط هذا. بالضبط، انا عرفت شو مخربط، انا عرفت شو مخربط. هسه احنا اتفقنا انه دي، اتفقنا انه دي مالها، اتفقنا انه دي هي كلوك وايز. فاذا هذا هو الفيز دي، هذا هو المحور دي، فانا هاي غلط، هاي غلط. لا لا لا، هاي العكس، مي هاي سالب. احنا هاي كيف طلعت كيف طلعت موجب؟ راح نرسم احنا على احداثي ستريس اكس وسالب شير اكس واي مثلا، سالب اكس واي، فانا سالب السالب هي موجب. فاذا هاي سالب، شو يعني الشير سالب؟ يعني الشير زي هيك، الشير زي هيك بلف كلوك وايز، وانا كاتب كلوك وايز بس ما اعرفش كيف اوضحها. هسه وضحت، هي زي هيك، هيك الشير ستريس ماكس عندي على الفيس دي، وهيك على الفيس اي موجبة كاونتر كلوك وايز. بس هيو انا هون، هي قدامي بس انا مش منتبه. هون طلع عندي، اذا عندي كان سؤال ستريس اكس موجب، شير اكس واي موجب، ونورمال اكس نورمال واي سالب. طبق القوانين الطبيعية، تان 2 ثيتا بي، طلع ثيتا بي زاويتين، واحدة من المينيموم واحدة للماكس، طلع البرنسبل ستريس، وبعدين طلع الستريس اكس فتحة على زاوية معينة هو كان طالبها، كأنه لا مش طالبها مكان معين، ستريس اكس فتحة اللي هي اللي اعطتني ستريس ماكس. هو عوض ثيتا برنسبل يعني بطريقة ثانية، وطلع الشير ماكس. فهون شو عمل؟ رسم الستيت اوف نورمال ستريس، طبعا ما في عندي شير ستريس. ايوه طلع مع الماكس موجب، وطلع مع المينيموم سالب، فالمينيموم يعني ضغط، بضغط الاليمنت. عندي الشير، هاي الشير شو عمل؟ حط هون ستريس افريج، والشير ماكس هو سالب. هيو الشير ماكس هون، احنا هون شير مينيموم يعني بما معناه هذا الفيس هو اللي اتفقنا عليه. فهي الرسمة تطلع معي زي هيك دائما. بس هاي هي كل الفكرة. فتعلمنا احنا كيف نرسم المور سيركل، تعلمنا كيف احنا نرسم المور سيركل، يعني اذا بتحب قوانين يعني زي هون نفس المثال اللي حليناه، ستريس اكس، هاي الافريج، هاي الماكس، وهاي المينيمم، هاي الدائرة، حل على الدائرة مباشرة، هاي ستريس اكس، وهاي سالب اكس واي 40 50، وهاي هي الافريج، فالخمسين ناقص 20 هي ستريس اكس ناقص ستريس واي على 2. يعني اذا بتحبوا تطبقوا قوانين مباشرة وبتشتغلوا، وزي ما اتفقنا هون هو هاي الرسمة اللي هي هون الشير ستريس، وهاي البرنسيبال ستريس. الشير ستريس لاحظ اذا هاي النقطة دي، وهاي النقطة اي، هيها هاي دي وهاي اي. شو قال لي هون؟ بتلف كلوك وايز اكيد، مي سالب السالب موجب، فبتلف ايش؟ كلوك وايز هيها. وهاي الفيس اي بلف موجب كاونتر كلوك وايز، بلف كاونتر كلوك وايز. بس قلت لنا انها وضحت. طيب هسه في عندي طريقة هسه بدنا نحكي عنها. طبعا راح نحكي هذا 3D stresses، راح يكون في فيديو مرتب يعني، يعني اللي بيحضر لهون بشوف من الفيديو شوي ها في مشاكل او اشي، انسى الدنيا، انت استنى ل 3D ان شاء الله، استنى ل 3D. طيب هسه بدي احكي عن شغلة كثير مهمة، واللي هي مثلا رسمت الدائرة، رسمت الدائرة مور سيركل، ولنفرض كانت هيك. هسه الدائرة تكون هيك مثلا، هاي ستريس اكس وسالب اكس واي، وهاي ستريس واي واكس واي. طيب هسه اجي حكالي حل المسألة اذا الجسم لف 30 درجة مثلا كاونتر كلوك وايز. هسه اتفقنا اي شيء على الدائرة بنضرب، اي زاوية على الدائرة بتنضرب باثنين، يعني الجسم كان هون، بدي امشي عنه 30 درجة
عمودي عليه، يعني زي هيك، يعني زي كأنه لف 30 درجة، بس احنا ما ناخذ 30، ناخذها ايش؟ 60. فهاي هي ستريس اكس فتحة، وهي ستريس واي فتحة، وهاي هي شير اكس واي فتحة، نفسها نفس الفكرة. كيف ممكن اجيب هاي؟ بقول لك يا عمي يا حبيبي، هاي 2 ثيتا بي. طيب شو بدها تطلع منها؟ يعني واضحة، 60 ناقص 2 ثيتا بي، بس هي كل الفكرة. فهاي الزاوية 60 ناقص 2 ثيتا بي، نفرض ثيتا بي 15، 10، نفرض ثيتا بي تساوي 10، فشو بتصفي هاي؟ 50، 60 ناقص 10، 60 ناقص 20، 40 قصدي. هاي قديش؟ 40. طيب سهل جدا. هسه انا شو صار شغلي كله؟ صار كل شغلي على الخط الاخضر، عند اشطب هاي، صار عندي المسألة وكأنها هيك مور سيركل طبيعي. انا معي الار، الار حاسبه موظف بس في قطر الدائرة ما تغير، بس قطر الدائرة ماله ما تغير. هاي الار، لو انزل اسقط خط زي هيك، المسافة من هون لهون هي ستريس اكس فتحة. طب شو تتساوي هاي؟ هاي الافرج ما تغيرت، هاي مالها ما تغيرت. يعني بقدر اني ما استعمل قوانين الترانسفورميشن، بقدر من المور سيركل اقدر اوجد اللي بدي اياه. بقول لك ستريس اكس فتحة راح يكون هو عبارة عن ستريس افرج زائد ار كوساين ثيتا، هاي ثيتا اللي هي 40. يعني خلي المنطق يشتغل. ستريس واي فتحة بالعكس، هي عكس اليسار سالب، ستريس افرج ناقص ار ساين ثيتا. شير اكس بار بار تساوي الارتفاع هذا اللي هو ار ساين ثيتا. نركز، في عندي موجب وعندي سالب. الموجب او الماكس، هذا الماكس وهذا المينيمم، نركز عليه، نركز عليه بس. فنركز على هذا الاشي بخصوص المور سيركل، كيف احنا نرسم بستريس اكس بار وستريس واي بار وشير اكس واي بار على اي زاوية بده اياها باستعمال مور سيركل، اذا ما بدي استعمل القوانين. وهذا الاشي اللي هو موجود هون، وهي طبعا الستريس او الستريس اليمنت على الزاوية اللي طلبها زي 30 درجة هون. تمام، ايوه رسمهم كلهم، لا تنسى ترسمهم كلهم. والشير اكس واي بار طلع معاه 41.3، طلع 41.3، رسمه 41.3. ايوه يعني بدك ترسمه نفس الاشي. هاي الفيس اكس، اي خلص هاي سلافة، هاي دائما مع قارب الساعة، هاي عكس قارب الساعة، رسمها. طيب يعني بدل ما نستعمل هاتلاك. طيب ان شاء الله الفيديو الجاي راح اشرح عن ال3D، يعني مقدمة الفيديو الجاي راح اشرح عن ال3D، ما راح فوت بالاشتقاقات، راح اكتب قوانين الاستريسز اللي بدي اياهم، وكيف احول من اكس لاكس بار، وكيف اوجد البرنسيبال استريسز في ال3D، وكيف احل مسألة شاملة بال3D، كيف احل مسألة يعني زي مسائل الامتحان، زي مسائل الامتحان. ويعطيكم ألف عافية.